والله لا انا تعرف ايش عن فتله، والله انا بس نسلق البطاطا بالصوبه والاله وحليب امي بالمره عظيم، مو ضعيف يعني انه يعني انا ضعيف من الذل والجوع والبرد والتعب اذقناه، والله يمكن اولت البرحه اللي ما غمضناها احنا هنا بيت اطفال كلهم هذول عندي ثلاثه، هذول اثنين وواحد تو راح ويا امه على المستشفى مرضانا، وهذا اللي عمل شدنا ساجد الطعمون ما يكون خبز لا ياكلون عيش لا ياكلون مرقه ما يعرفون ياكلون الشغلات هاي كلها. ليندا صار عمرها 6 شهور وعم تاكل نشا وسكر، وهذا الشيء عم بيضرها، عم بيعمل لها جفاف ببطنها، واكثر الايام بنحسن نأمن قسم الحليب واكثر الايام ما بنحسن نأمن شيء بنوم من غلاء الاسعار ومن قلة الشغل ومن هالوضع اللي صاير ما عم نحسن نأمن شيء. هات الغنينة روح على نوبات نحط نعناع حاويش يعني هيك ونطعمي ايش نريد نسوي يعني الطفل يظل جوعان ويبكي ما نقدر نسكته عادين دمعة ماي بابونج شيء يعني هذا اكله ما يغيته هذا مي شيء ولا يصحح العيل يعني